بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات مستوى الرابع في الهندسة قسم التقنيات، إليكم المحاضرة الثانية من مادة الواقع الافتراضي للدكتور باسل أحمد ناصر الحماضي. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نقوم هنا باستكمال اللمحة التاريخية التي بدأناها في المحاضرة الأولى، والتي عرضنا فيها بعض المقاطع الفيديو التي أوضحت لنا بعض ما ذكرناه من جمع المادة. سنواصل هنا أنه في عام 1970 وإلى 1980، منها 77، قام الباحثون في مختبر التصور الإلكتروني في جامعة إلينوي في شيكاغو بتطوير أول قفازات سلكية، أي wired glove، تحت مسمى قفاز سير. وتبع ذلك تطوير توماس زيمرمان للقفازات وإضافة جهاز استشعار بصري مرن قادر على تتبع الحركة وقياس انحناءات الأصابع. هنا أعزائي الطلاب نتوقف قليلا ونقول أن الفوائد من هذه القطع التي تضاف للشخص المستخدم للبي آر أو الواقع الافتراضي، هذه القطع تساعده في عملية الدخول إلى هذا الواقع بأجزاء من، بالإضافة إلى البصر، كيديه وقدميه، بل ويشعر بجميع ما يحدث في ذلك الواقع الافتراضي الذي أغلبه يتم من خلال بعض البرمجيات لخلق هذا الواقع الافتراضي أو الواقع الخيالي. في حين شهد عام 1978 تطوير أول خريطة تفاعلية لمدينة أسبين في الولايات المتحدة من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان هذا شكلاً مبتكراً من الوسائط الفائقة، ونظم الواقع الافتراضي حيث كان يعرض البرنامج محاكاة افتراضية للمدينة. تمكن المستخدمين من التجول في الشوارع من خلال ثلاث طرق، نموذج صيفي ونموذج شتوي ونموذج ثلاثي الأبعاد. أي استطاعوا هنا أن يخلقوا نوعاً من الواقع الافتراضي لمدينة حقيقية، فهي المدينة مدينة أسبين موجودة على الواقع في الحقيقة، فبرمجوها ووضعوها في الأجهزة للعرض وهي على شكل برمجية واقع افتراضي، وجعلك قادراً على التجوال فيها من خلال نماذج، إما أن تتجول فيها في فصل الصيف أو تتجول فيها في فصل الشتاء، وأيضاً نموذج ثلاثي الأبعاد، أي أنك تستكشف المباني المجسدة فيها كما نعرفها أو كما تعرض بعضكم أو يعرفها بعضكم من خلال التجوال في جوجل. هناك تقنية جديدة ظهرت بجعل المناطق الأوروبية والأمريكتين المباني فيها مجسدة، وبعض الأماكن الهامة مثل القدس والكعبة وغيرها من المباني الهامة. وقد استند الباحثون إلى صور فوتوغرافية التقطوها لكل حركة ممكنة من خلال شبكة الشوارع في المدينة في كلا الموسمين، ثم أعادوا بناء المدينة رقميا. وفي عام 1980 و1990 وفي الثمانينات بدأت ناسا، وكالة ناسا معروفة وهي وكالة فضاء مشهورة عالمية، وكالة الأمريكية ناسا، العمل على مشاريع مختلفة للبيئات الافتراضية والبحث عن أشكال جديدة من التفاعل بين الإنسان والحاسوب. وكيف ذلك؟ حيث تم في عام 1984 أسس عالم الحاسوب والكاتب جارون لينر شركة VBL، وقام بالتعاون مع ناسا بتطوير محطة عمل البيئة الافتراضية، وهي عبارة عن نظام عرض مجسم مثبت على الرأس يعرض بيئة مصطنعة، أي يقوم الشخص بارتدائها ويعرض لك بيئة مصطنعة. هذه عبارة عن المشاركة التي قامت بها وكالة ناسا مع أحد العلماء الذين قاموا بالتعاون مع وكالة ناسا لبناء هذا النموذج. فقلنا أنه نموذج مجسم مثبت على الرأس يعرض بيئة مصطنعة باستخدام الحاسوب أو بيئة حقيقية، يتم نقلها بكاميرات الفيديو عن بعد، ويمكن للمشغل أي المستخدم التفاعل معها من خلال أجهزة الاستشعار. وكما ذكرنا الاستشعار أجهزة المدخلات لجهاز الفي آر مثل القفازات المطورة وبدلة البيانات، وهذه البدلة اللي هي داتا سوت تقوم بعملية جعلك متواجد في الواقع الافتراضي لكي تتلقى أو تتفاعل مع ما هو موجود في الواقع الخيالي أو الواقع الافتراضي، تتفاعل معه، وأيضا تشعرك بالتفاعل الذاتي أنت، يعني هي تتفاعل معك وأنت تتفاعل معها، تتلقى مثلا على سبيل المثال إذا كانت لدينا لعبة، فنجد أنك إذا أطلق عليك نار أو أشعة أو أي شيء من هذه الألعاب أو ضربك أحد أو شيء ما، فتشعر به في البدلة أنت، أو يستطيع الشخصية المبرمجة أن تتفاعل معك، تأخذ وتعطي معك، وأنت في نفس الوقت أو في الوقت نفسه تشعر بالاهتزازات والتفاعلات والحرارة وغيرها من خلال تلك البدلة أو بدلة البيانات، وهو جهاز استشعار للجسم كاملا لتحسين تجربة الواقع الافتراضي. وفي وقت لاحق قدمت شركة
الشركة نفسها العديد من المعدات للواقع الواقع الافتراضي، منها الداتا جلوف وهي قفازات المعلومات او قفازات الداتا، والبودي الكتريك وهي هذه هي البدلة الإلكترونية التي ذكرنا وشرحناها قبل قليل، والايفون وهي العدسة او النظارة التي ترى من خلالها، والأوديو سفير والأيسس وهي عبارة عن مجموعة من القطع التي يتم تركيبها في هذا المنتج. وقد قامت هذه الشركات بإصدار مجموعة من المنتجات، منها القفازات والبطاريات الخارجية والنظارة الاستشعار الـ VBL وبعض الهاردات الخارجية، لأنه على فكرة هنا يجب أن نشير إلى أن ليس كل جهاز يستطيع عرض البرمجيات الخاصة بعملية بالفيرتشوال رياليتي، حيث أنها تحتاج إلى كمبيوتر أو جهاز هارد عالي لكي يستطيع عرض هذا الواقع الخيالي. وفي عام 1987 صاغ جارون لانبير مصطلح الواقع الافتراضي. هنا نلاحظ أنه بدأ الواقع يظهر بشكل متجلي ظاهرا خلال فترة نشاطه، بحيث من خلال بحث مكثف في هذا المجال. من 1990 إلى 2000 ظهرت هنا الثورة بما يسمى الـ VR التي فيها الأجهزة السيميليشن أو الأجهزة المحاكاة التي تعطيك إحساسا كاملا، بالإضافة إلى الجلوفز والقفازات والبدلة. هنا يعطيك محاكاة كأنك تقود سيارة هنا مثلا، وهنا يحصل عملية المحاكاة الكاملة، وقد تكون بشكل منفرد أو بشكل جماعي. ونعرض إلى هذا المثال. وقد طبق هذا أيضا فيما يسمى في بداية التسعينات، بدأت هذه التقنية في إنتاج بعض الأفلام التي استخدمت فيها، مثل أن التسعينات بدأت تقنية الواقع الافتراضي في الوصول إلى ما تناول الناس في الأسواق، وأطلقت عدة شركات مجموعة مثل مجموعة الواقعية الـ Virtual Group، حزمة من ألعاب وأنظمة الواقع الافتراضي المتكاملة كما رأيناها سابقا على نطاق واسع في العديد من البلدان. وفي عام 1990 أنشئت مجموعة من الباحثين في مختبر التصور الإلكتروني في جامعة إلينوي أول غرفة غامرة عرفت باسم الكهف، وهو ما سنراه لاحقا في العرض الذي سوف نشاهده، وهي أن توضع بشكل كامل في داخل، سنرى صورات واضحة أكثر من ذلك، توضع بشكل كامل في داخل غرفة بالإضافة لأجهزة المحاكاة والقفازات والبدلة، توضع في مكان يساعدك على الإحساس بالواقع الافتراضي الذي تواجدت فيه. غرفة باسم الكهف اللي هو The Cave، وهو غرفة مكعبة الشكل تحتوي شاشات عرض وإسقاط عالية الدقة مع بيئة سمعية محيطة، أي يعطيك أيضا الإحساس بالسماع. وفي عام 1992 طور أحد الباحثين وهو لويس روزنبرغ من مختبر أرمسترونغ للقوات الجوية الأمريكية أرمسترونغ لابس والفيرتشوال فيوتشر فيكستشر باستخدام كامل للهيكل الخارجي العلوي من الجسم، وهو تراكب من المعلومات الحسية المعززة الافتراضية على مساحة العمل الحقيقي الواقعية، أي أنه بدأ لاحظوا هنا معنا بدأ نوع من التعزيز، ركز معي في كلمة التعزيز للـ VR، أي أنه هناك لدينا واقع افتراضي تم إدخال عليه شيء إضافي بالإضافة لأجهزة السيميليشن وهي قطع المحاكاة. فبدأ لدينا، ركزوا معي، بدأ معنا لفظ المعزز للجانب الافتراضي على مساحة العمل الحقيقي الواقعية من أجل تحسين الأداء البشري، ومنها تلك الغرفة ومنها تلك الأجهزة التي تجلس عليها في مهام التحكم المباشر أو غير المباشر، وتعتبر قفزة أولى في مجال الواقع المعزز. يعني انظروا كما مثل ما ظهر لدينا الواقع الافتراضي باكرا من خلال ظهور بعض القطاع أو الأقوال أو الفلسفات، أيضا هنا في وقت باكر قبل ظهور اسم ما يسمى بالمعزز أو الواقع المعزز أو الـ AR بدأ بالظهور تدريجيا مواكبا لظهور أو مساعدا لظهور الـ VR أو الـ Virtual Reality. في نفس العام عرض فيلم قزاز العشب الذي قدم مفهوم الواقع الافتراضي لجمهور واسع، حيث أن جزءا من حبكة الفيلم، الحبكة هي مجموعة من العقد،
أو عقد الفيلم أو حبكات الفيلم التي تؤدي إلى سير الفيلم إلى هدفه الرئيسي. بنيت على قصة مؤسسة شركة جارون لاينبر في أيامها الأولى، وقد استخدمت معدات الواقع الافتراضي الحقيقية من مختبرات الشركة في تصوير الفيلم كما ورد في هذا المقطع. انظروا أنه يقومون بعملية التمثيل وكتابة العقد الدرامية التي في مجموعها العقد تسمى بالحبكة التي تسير بأحداث الفيلم إلى الهدف الرئيسي من الفيلم وإدخال البطل في مجموعة من العقد مستخدما هذه القطع. طيب، وفي 1993 أطلقت شركة الألعاب سيجا، معروفة شركة سيجا، سماعات الواقع الافتراضي المسمى سيجا في آر. أي هنا بدأ الظهور الأول لعدم الاحتكار ومنافسات الشركات، حيث أن التقنية خلاص عرفت، وعند معرفة التقنيات يبدأ المتنافسون. وفي عام 1995 أطلقت شركة نينتندو، انظروا شركة أخرى، جهاز بما يسمى فيرتشوال بوي، وهو أول وحدة ألعاب محمولة قادرة على عرض رسومات مقسمة ثلاثية الأبعاد. قفزة نوعية. وقد شهد العام 1999 عرض فيلم الماتريكس، وهو ما شاهدناه في المحاضرة الأولى جزء مقطعا منه، The Matrix أي الخلية، والذي تدور قصته حول وجود البشر في محاكاة افتراضية مثل العالم تمثل العالم وهم غير مدركين لذلك. وعلى الرغم من أن بعض الأفلام السابقة قد تناولت موضوع الواقع الافتراضي، إلا أن هذا الفيلم كان له تأثيرا ثقافيا كبير، جعل مفهوم المحاكاة الافتراضية موضوع رئيسي في حينها. فنلاحظ هنا من خلال الرسمة ظهور هذه بعض الأجهزة التي ظهرت مثل السيجا والنينتندو وغيرها، التي ساعدتنا في عملية الإحساس سواء بالمكان في غرفة الكيف التي تساعدنا من خلال مجموعة من البروجكترات التي تغطي الواقع الذي لديك، فأنت تنظر من خلال النظارة، تتدخل بالأذرع المساعدة، البرمجيات موجودة، البروجكترات تعرض لك الكيف الذي أنت فيه أو الواقع الذي يساعدك في مجموعة الذي قلنا عليها الناس ما المجموعة المعززة للواقع الافتراضي. هنا نستطيع أن نعرض مقطعا يساعدنا لفهم هذه الخوذات أو هذه النظارات من خلال عرض لأحد المشاركين عبر اليوتيوب يساعدكم في فهم أو عرض بعض القطع بطريقة الفيديو، فلنتابع. لذلك تحملونا قليلا وغادي ننطلق. بسم الله. ولنبدأ أولا ببداية تاريخية بسيطة. الـ VR بدأ منذ تسعينات القرن الماضي. هنا يتحدث عن الفترة الأخيرة التي ظهر فيها، اللي هو من التسعينات فما فوق أو إلى الألفين أو من الألفين إلى الآن، وسنعرض لما قال بالتفصيل لاحقا. ربما قبل ذلك في القطاعات العسكرية وما شابه، لكن الواقع أنه هنا نقول ملاحظة أن هناك أغلب ما ظهر مثل الانترنت والتواصل الاجتماعي والفيرتشوال وما هو نقول الواقع الافتراضي او الاجمنت فيرتشوال، وهو ما يسمى بالواقع المعزز، والام ار فيرتشوال الذي هو يعتبر الواقع المخلوط، والاكس الاكستند فيرتشوال وهو الواقع الممزوج ما بين جميع التقنيات في تقنيه واحده. اغلبها هذا ما اغلب ما ذكر هو يبدا في القطاع العسكري، يستخدم عسكريا ثم يطور أو يحور بطريقة أو بأخرى ويقدم إلى عامة الناس بطريقة أو بأخرى. بدأ في ما بعد 2012 حيث ظهرت شركة اسمها أوكلوس وقامت بعمل مشروع كيكستارتر لبدأ هذا المشروع بشكل عملي وليكون أقرب إلى جميع الناس، لا يكون فقط للعلمية للإليت للناس الذين يريدون ألعاب متميزة وما شابه، لا بل للجميع بحيث ينتشر ويكون متوفر للجميع. وهي قد وصلت خوذتها الأوكلس كويست إلى تقريبا ما ترغب إليه. المهم أن الفي آر بدأ مع تلك الخوذة، لكنه على التوازي أيضا بدأ بعالم الموبايل بحيث تقوم بوضع موبايلك ضمن خوذة مثل هذه.
سيعطينا هنا شرحا تفصيليا أكثر من المقطع الذي عرض في المحاضرة الأولى. رخيصة نسبيا، تضع داخلها الموبايل وتقوم ب... في ذلك الموديل كان إدخال الموبايل بطريقة جانبية، لأنهم هم لا يريدون عملية الكلفة الزائدة على المستخدم، فهم يقولون أنه لديك موبايل فيجب أن نستخدم التقنية الموجودة لإدخال تقنية الأخرى عليها ولكي تصل إلى أكبر شريحة، وهي تعود أيضا لعملية تجارية نوعا ما، وبالتالي يستطيع بعد ذلك بعد أن يتعود الجمهور المستخدم على هذه التقنية ويعجب بها، فإذا تم اختراع تقنية منفصلة عن الموبايل، لا أي لا تستخدم الموبايل ولكن من خلال تخزين بعض البيانات على النظارة نفسها، فيؤدي ذلك إلى الإقبال وعدم ترك ذلك المنتج الذي تعود عليه. نكمل. الحصول على نوع من تجربة الـ VR ليست المتكاملة لكنها لا بأس بها، وقد تميزت بذلك شركة سامسونج. ويقصد بغير المتكاملة أي ينقصها مثلا مثل البدلة والجلوف أو الجلوفز أو الجونتيات، وأيضا بعض الأشياء المرافقة أو المعززة للـ VR. وقدمت بالتعاون مع أوكولوس ما يسمى بجير في آر، وكان لديه كمية هائلة من البرامج المدعومة لأنه قائم على منصة أندرويد الشهيرة. المهم بعد ذلك ظهرت الأوكولوس الرئيسية أو أوكولوس ريفت، كانت هذه الخوذة من وما زالت يعني هي من أشهر الخوذات، وقد أوردنا في العدد الأخير الرئيسية أو أوكولوس ريفت، كانت هذه الخوذة من نلاحظ أنها مصنوعة من المطاط، والماتيريال أو الخامة للنظارة عالية جدا. هنا معكم المحاضرة الثانية المقطع بي، حيث لا أريد أن يحدث في التسجيل ضغط. نعود إلى المادة الفيلمية، نكمل المادة الفيلمية. على نوع من تجربة الـ VR ليست المتكاملة لكنها لا بأس بها، وقد تميزت بذلك شركة سامسونج. وشرحنا أنها ليست متكاملة، أي ليس للوجود، لا يوجد هناك القفازات أو البدلات أو الغرفة المساعدة الكيف. وقدمت بالتعاون مع أوكولوس ما يسمى بجير VR، وكان لديه كمية هائلة من البرامج المدعومة لأنه قائم على منصة أندرويد الشهيرة. المهم بعد ذلك ظهرت الأوكولوس الرئيسية أو أوكولوس ريفت، كانت هذه الخوذة من وما زالت يعني هي من أشهر الخوذات، وقد أوردنا في العدد الأخير من مجلة الـ VR أن أوكولوس نفسها قامت الآن بعد نفاذ الكميات المتوفرة في السوق من الريفت إس وغيرها، قامت بإعادة تصنيعها وبيع هذه الخوذة من أول وجديد، أي أنها لا زالت تعمل حتى الآن بعد 4 سنوات من إطلاقها. الجميل في هذا الأمر أن هذه الخوذات تخيلوا بدأت من كنترولر، هذا الكنترولر الأول الخاص بالأوكولوس، ويعني كان عبارة عن كليكر، هو فيه يعني كليكر بسيط. انظروا إلى التطوير، كانت عبارة عن كليكر أو مثل ماوس، كليكر أي طارق يعني إلى تلك الذراعات التي نشاهدها، وهي تخفيف للكلفة بدل الجوانتيات الكاملة. وتطور بعد ذلك يعني من جهاز لا تستطيع تحديد مكانه في العالم إلى قبضات مثل هذه تستشعر بكافة الأصابع وتأخذ تاتش على يعني تأخذ الشعور باللمس على جميع الأزرار الموجودة هنا. طبعا كان المطور الرئيسي بهذا الاتجاه هو أيضا شركة أوكولوس، والتي أتت بهذا المتحكم أو الشكل الأول منه وهو شبيه بهذا، لكن الحلقة تأتي إلى الأسفل في خوذتها الأساسية بعد عام تقريبا من إطلاقها، وكان اسمها الأوكولوس تاتش كنترولرز. هذه أصبحت بعد ذلك، انظر على كمية الأزرار التي متواجدة في الكليكر وهو الذي في يد المهندس، هي تساعدك على محاكاة الفي آر أو محاكاة الخيال الواقعي. الكنترولرز الرئيسية، وهي الأسهل استعمالا حقيقة، مع أن هذه الكنترولرز الفالف إندكس هي من أفضل الكنترولرز أو القبضات في السوق، لكن تلك تتميز بسهولتها وخفة حملها أكثر. هذه
أيضا تقوم الشركات بمراعاة التسويق التجاري، فيحاول تقديم لك ما تستطيع استخدامه في منزليا أو في بيتك دون الذهاب إلى أماكن معينة أو الاستخدام أو تفريغ غرفة مثلا أو شيء من هذا القبيل. فكلما كانت سهلة كلما كان الشراء أسهل. هي تمسك بيدك وقمنا بعمل فيديو عنها موجود في الهامش إن شاء الله. المهم أصبح بعد ذلك المنافسة فتحت ودخلت شركة HTC بعدها مباشرة بخوذتها الشهيرة الفايب. هنا نتكلم عن أن عندما عرفت التقنية وعرف جوهرها وطريقتها انطلقوا في عملية المنافسة في هذا المجال، كل شركة تقدم منتجها الخاص. وكانت هذه الخوذة مهمة جدا لأنها قامت بعملية التتبع بشكل أقوى بكثير من خوذة الأوكلس ريفت. تطورت الفايف وأصبحت يعني يقصد بعملية التتبع أي قوة المحاكاة وتتبع المحاكاة الموجود، فلا يتكسر الواقع عند استخدامك لبعض النظارات. في هناك نظارات أخرى أصبحت من السرعة والقوة أنها تتابع الواقع الافتراضي بشكل أفضل. يعني وصلت إلى هذا المستوى بحيث أصبحت خوذة تقوم على الـ Wireless VR، ولكن يعني حجمها دائما كان أكبر من غيرها، لكن مع ذلك لديها مجال رؤية جيد، لديها عدسات داخلية جيدة جدا، لديها ميزات كثيرة من أهمها الـ Wireless VR، وهذا سبب احتفاظي بها. شركة سوني الوايرلس VR أي أنه يستطيع التحرك بشكل مستقل دون أن يربط بأسلاك أو هاردات أو كمبيوترات. لم تقف مكتوفة الأيدي، وهي شركة الألعاب المشهورة، قامت بإصدار أيضا خوذة خاصة بالواقع الافتراضي في نفس العام تقريبا 2016، اسمتها PSVR، تقوم على البلاي ستيشن، لكن منافستها مايكروسوفت. يعني هناك تنافس من شركة التي تصنع البلاي ستيشن وشركة مايكروسوفت، حيث قامت شركة البلاي ستيشن بإدخال الفي آر على أنظمة ألعابها، بدل أن تشاهد ألعابها على البلاي ستيشن على التلفاز إنما تشاهدها من خلال، فأصبح يعني تشاهدها من خلال النظارات، نافستها بذلك مايكروسوفت. غريب، لم تصدر حتى الآن مع إمكانيات يعني الإكس بوكس القوية جدا مؤخرا، لم تصدر في آر خاص بالإكس بوكس، واكتفت بجعله خاص بالبي سي، وأظن هذا من ناحية تسويقية أيضا. شركة مايكروسوفت أصدرت نوع من لم تصدر نظارات خاصة بالإكس بوكس الذي هي تنتجها غرارا على شركة التي تصنع البلاي ستيشن، وإنما تركت فقط النظارات. شركة مايكروسوفت تركت النظارات الافتراضية فقط للبي سي، ويقول أن ذلك عبارة عن خطة تسويقية. لكن المهم البي اس في آر كان تجربة متواضعة، ليست تجربة في آر قوية، لديها نظام تتبع لكنه بسيط جدا، والجرافيكس أيضا بسيطة جدا، لذلك الكثيرين هربوا من الفي آر بسبب البي اس في آر، وكثيرين أيضا أحبوه لأن لديهم أصلا البلاي ستيشن وقاموا بشراء ملحق بسيط، ثمنه ربما يكون في البداية كان غالي لكن أصبح يصل إلى 200 دولار وأقل حاليا، وبذلك دخلوا إلى عالم الفي آر بسهولة. والآن ننتظر أبل أن تقوم بالدخول إلى هذا العالم، ولكن أبل كما تعلمون تقوم بدراسة خطواتها. أبل الأمريكية تحاول خوض المنافسة، ولكنها شركة عريقة ذات سمعة عالية، فلا تريد الخوض في هذا المجال دون أن تكون واثقة الخطى وتدخل بمنتج ينافس فعلا لكي يحتفظ لها باسمها والماركة العريقة لها. ولكن عندما تدخل تكون النتيجة مذهلة يعني، وهذا ما ننتظره من هذه الشركة الشهيرة. ظهرت شركات منافسة على الطريق، منها المجموعة التي أطلقتها هنا نعرض منتج شركة HP المعروفة الذي تنتج اللابتوبات المعروفة HP مايكروسوفت، ولم تكمل تطويرها بعد، وهي مجموعة الويندوز MR في عام 2017، لكن كان لهذه المجموعة يعني أثر كبير جدا، أنها قامت بترخيص الفي آر من هامش ال 600 دولار و 700 دولار الذي بدأت به هذه الخوذات الشهيرة، وصلت إلى 300 دولار وأقل من ذلك يعني بعد فترات. لاحظوا الأسعار 300 دولار وأشياء
بالنسبة لهم في متناول الجميع. ولكن كان التراكينج فيه أو التتبع، عملية تتبع القبضات فيه مشكلة. أنت في الـ VR تحتاج إلى أن يعرف الكمبيوتر مكانك لكي يضعك في المكان الصحيح. الـ VR القائم على الكمبيوتر مثل هذه والريفت الأساسية وغيرها. هنا ذكر نقطة مهمة، أن هناك بعض النظارات تحتاج إلى ربطها بالكمبيوتر لكي يستطيع الكمبيوتر تحديد موقعك في الواقع الافتراضي. الجديد سوف يكون بأنه لا تحتاج إلى الكمبيوتر، وإنما النظارة نفسها هي التي تحدد موقعك أوتوماتيكيا، أو أنك مثل ما رأينا في الفيديو السابق الذي ذهب إلى رحلة إلى الصين لمشاهدة جميع تقنيات الـ VR أو السيميليشن، جهاز المحاكاة الخاصة بها المتنوعة، وجدنا أنه كان يحملها على ظهره في الباك باك أو الشنطة الظهر المعروفة. يحتاج إلى مستشعرات خاصة، هذه المستشعرات تقوم مع الخوذة مع القبضات بوضعك في العالم الافتراضي. أما بالنسبة للويندوز ام ار فقد قامت بعملية التتبع بناء على شيئين فقط، الخوذة نفسها والقبضات. يعني أنت لا تحتاج إلى مستشعرات موضوعة حولك في الغرفة لكي تأخذ مكانك الصحيح، إنما أنت تحتاج فقط إلى هذين الشيئين البسيطين، وبذلك تستطيع وصلها إلى لابتوب وتستطيع وصلها إلى جهاز آخر في مكان ثاني. يعني انظروا هنا المشهد أمامه على اللابتوب، هي اللعبة التي يتحرك بها من خلال أجهزة أو قبضات الاستشعار والنظارة التي يرتديها، يقوم بمحاكاة ذلك الواقع الافتراضي. وهنا التقنيات في هذا المجال تتطور يوما بعد يوم بشكل مستمر، وبشكل إصدارات تأتي لنا سنوية أو نصف سنوية، ليس في منزلك فقط إنما تستطيع أخذها أينما تريد. وهذا سبب تطور الـ VR بشكل قوي، بحيث أصبحت HTC تصدر الـ Valve Cosmos التي تقوم على قبضات شبيهة بهذه، وتقوم أيضا على عملية تتبع القبضات مع الخوذة فقط دون الحاجة إلى مستشعرات محيطية. طبعا في يعني حافظت شركة HTC على نوع خاص من الكوزموس يستطيع التتبع عن طريق المستشعرات. قامت شركة أوكولوس بإصدار الريفت إس قبل ذلك، قبل HTC. نتحدث هنا عن مجموعة من الموديلات ودخول شركة HTC الكورية التي صنعت تليفونات HTC، يذكرها ويذكر جميع الموديلات التي يتم التنافس بها بين هذه الشركات، من سرعة المواكبة للواقع الافتراضي وقوة الاستشعار للواقع الافتراضي. ميزت جدا، رغم أن دقة التتبع في هذه الخوذات ليست 100%، لكنها أفضل بكثير من الويندوز MR بالتأكيد، وهي مناسبة ومتوافقة مع الخوذات القديمة التي أصدرتها هذه الشركات. ظهرت خوذة من البدايات، خوذة تقوم على ستيم VR من شركة صينية تسمى بايماكس. كانت الخوذة الأولى يعني بالنسبة لها تجربة محدودة جدا يعني، لكن بعد ذلك أرادوا أن يتميزوا فقاموا بإصدار خوذتهم الشهيرة التي تستمتع بمجال رؤية يبدأ ب 170 درجة، وأصبح الآن أكثر طبعا. هذه الشركة الآن موجودة ولديها حضور قوي، لكنها لا زالت ليست بمستوى أو بالكواليتي نفسه لهذه الشركات الضخمة. هي محاولة صينية للمجاراة بالشركات الأخرى التايوانية والأمريكية في هذا المجال، لكنها لا زالت على هنا يتحدث يعني المنتج الطريق الصيني ليست المبهر الجديد الذي تحاول الصين أن تكتسح السوق به، إلا أنه يقول أنها لم تكن بالشكل المطلوب المنافس لما هو متواجد على السوق من تلك الشركات الكورية والأمريكية العريقة. لم تصل بعد، لكن لديها تميز هو زاوية الرؤية، وبسعر قريب من الأسعار العادية. يعني سعر خوذاتها يبدأ من 600 أو 700 دولار، يصل إلى 1000 دولار حتى تقريبا 2000 دولار، لكنها تتميز أو يحاولون أن يميزوها بدقة عالية، ليست حقيقية جدا لكن تعمل بشكل جيد. ثم بعد ذلك قررت شركة ستيم نفسها أو الشركة المالكة لستيم
شركة فالف أن تطرح خوذتها، يعني لم تكتفي فقط بتطوير الكنترولرز وإنما طرحت خوذة للواقع الافتراضي تعد الأفضل حاليا، وهي خوذة الفالف إندكس. للأسف غير موجودة لدي ولم أجلبها ببساطة. أولا سعرها غالي، سعرها مع القبضات مع السيستم كاملا بحدود الـ1000 دولار، وهذا رقم ليس بالقليل بالطبع. لكن أيضا بالنسبة لي أنا لم تكن مناسبة لي كثيرا، لأنها لا تستطيع العمل مع الوايرلس في ار، ولكنها مع ذلك هنا ذكر مشكلة معينة، أنه يجب أن يكون المنتج سواء إذا كان من شركة واحدة أو من عدة شركات مختلفة وإصدارات لسنوات مختلفة، يجب ألا يكون المنتج منفصلا عن غيره من حيث التركيب والتوصيل والاشتراك مع تلك القطاع التي موجودة في الشركة نفسها كإصدارات في عبر السنوات أو كشركات أخرى. فقال أن هذا المنتج عيبه الوحيد أنه لا يمكن توصيله بالفيرجن أو الإصدار الذي قبله الذي يعتمد على الواير، بينما هي خوذة تعتمد على الوايرلس فلا يستطيع التوصيل بينهما، وهذا يعتبر عيب من حيث الانتشار التجاري لها. تتميز بأنها أفضل صوت أولا بالتأكيد لدى الجميع، خصوصا أنها لا تدخل السماعات إلى أذنيك، إنما تضعهم على مقرب من أذنيك وتصبح كأنها سبيكرات أكثر من كونها سماعات. لديها سرعة تحديث تصل إلى 144 هرتز للشاشة الداخلية لديها، وهذا يجعلها أعلى خوذة واقع افتراضي من حيث سرعة التحديث، البقية سرعتها وسطيا 90 هرتز. كما أن مجال الرؤية واسع لديها يصل إلى 135 درجة، أي أنك تستطيع رؤية أشياء أكثر في الواقع الافتراضي من الخوذات الأخرى. لديها ميزة مهمة جدا، وهي الوضوح البصري القوي جدا، عدسات ممتازة، وكذلك البانل التي هنا يتكلم أنها تتميز بالريزوليوشن العالي أي الجودة للنظر العالي وجودة الرسومات، وتتحرك في الواقع الافتراضي بدل أن يكون واقعا كمبيوتريا يحدث فيه مجموعة من التكسرات، لكن هنا رسومات عالية الدقة وعالية الجودة تقوم عليها ممتازة جدا، مع أنها LCD وليست OLED. هذه الفالف إندكس تعتمد أسلوب الستيم في آر، وهو القائم على المستشعرات. هذه أيضا ربما يعتبرها البعض علة لخوذاتها بطريقين، باتجاهين بالأحرى، الاتجاه المحمول الذي لا يعتمد على الكمبيوتر، والاتجاه الآخر المعتمد على الكمبيوتر. هنا يتكلم عن أن هناك نوعان من النظارات، هناك نوع لا يعتمد على الكمبيوتر أو التوصيل بالجهاز الكمبيوتر، وهناك نوع يعتمد على التوصيل بالكمبيوتر. مميز أو غريب، لكن هذا الاتجاه الذي تسير به الأمور حاليا. من جانبها شركة أوكلوس قامت بتطوير خوذاتها بطريقين، باتجاهين بالأحرى، الاتجاه المحمول الذي لا يعتمد على الكمبيوتر، والاتجاه الآخر المعتمد على الكمبيوتر، وقد ذكرناه الريفت اس، هي تطوير يعتمد على التتبع الخاص بالقبضات مثل مايكروسوفت. لكن بالنسبة للاتجاه الآخر واتجاه خوذات القائمة على الموبايل عموما، قامت الأوكلوس بطرح خوذة تسمى أوكلوس جو. كانت هذه الخوذة هي السبب في القضاء على الموبايل في آر بشكل عام. هذه التقنية التي ظهرت من هذه الشركة قامت بالقضاء على طريقة وضع الموبايل داخل النظارة، حيث أنها كما سوف نشاهد أنها تحتوي على خازن يصل إلى 8 جيجا لتنزيل فيه ما تريد، ولا تحتاج لوضع الهاتف، وهي تقوم مقام الهاتف بالعرض الذاتي. وذلك لأن هذه الخوذة تنهي هذا الموضوع، لست بحاجة إلى موبايل، لست بحاجة إلى أي شيء آخر، الخوذة نفسها فقط، ولا كمبيوتر ولا أي شيء. وكانت هذه خطوة مهمة جدا لتطوير الخوذة التالية، وهي الأوكلس كويست. الأوكلس كويست عبارة عن كمبيوتر متكامل وخوذة واقع افتراضي متكاملة بجودة أفضل بكثير من خوذة الجو، التي لا تستطيع التتبع إلا عن طريق كنترولر شبيه بهذا، محدود التتبع ثلاثي الدرجات، يعني 100%. لكن هناك بطاريات وهناك إكسس الخاص بالقبضات فقط، أي أنك بالخوذة مع ذلك ظهرت خليفتها هذه الخوذة الأوكلوس كويست،
وقامت الأوكلوس من طريق هذه الخوذة بتطوير عالم الفي آر بشكل كبير، وأصبحت فيما أظن هي الخوذة الأكثر طلبا حتى الآن. الجميل في هذه الخوذة والتي تتميز به عن الجو أنها مثل خوذات الواقع الافتراضي الخاصة بالكمبيوتر. طبعا نشير هنا إلى أن هذا الاستخدام ليس هذا استخدام الخوذة هذا ليس فقط في مجال الألعاب أو الجيمز، وإنما هو هذا أشهر مجال تطور فيه نظارات الفي آر، نتحدث عن النظارات. لكن هناك سنعرض في معرض حلقاتنا أو محاضراتنا لهذه المادة أن للفي آر وغيرها من الواقع المعزز وغيره استخدامات كثيرة، سواء في التعليم أو التدريب أو في الطب أو في الجانب العسكري وغيره في المحاضرات القادمة إن شاء الله. وإنما هذه الفيديوهات لكي نعرف ما هو الواقع الافتراضي والمفهوم الذي يجسد بشكل أفضل في جانب الجيمز. تستطيع التحرك ضمن الغرفة، كذلك تقوم على موضوع التتبع الخاص بالقبضات فقط، أي أنك بالخوذ والقبضات تحصل على حركة كاملة في الغرفة، وهي موبايل بشكل كامل لديها علة أن وزنها هنا. لاحظ جودة الرسومات، لاحظ جودة الواقع الافتراضي سواء كان في جانب الألعاب أو غيره، لاحظ الدقة، لاحظ سرعة المحاكاة، لاحظ الواقع الافتراضي الجيد والريزوليوشن العالي أو الدقة العالية. أثقل من الخلف، التوازن فيها ليس يعني 100%، وهذا كله عبارة عن نظارة منها فيها، أي لا كمبيوتر ولا موبايل، هي تقوم بكل شيء. لكن هناك بطاريات وهناك إكسسوارات تمكنك من جعل التوازن، أنك تأخذها أو تصلها بالكمبيوتر عندما تكون في البيت، وبذلك لديك كل شيء. الVR كيف يعطيك جانب التجول، يعني هنا التجول في هذا الواقع الافتراضي، أن أقول أنه ليس فقط وهذا هو ما يسمى بتاج محل في الهند، يعني ممكن أن تستخدم الVR في الجانب السياحي، وتستخدمها في الجانب المعماري، وتستخدمها في الجانب السياحي. كثيرين يعتقدون أننا يعني لماذا تذكرون الفي آر وهو خاص بالألعاب وخاص بالأطفال وما شابه، لا ليست. أولا ألعاب الفي آر ليست خاصة بالأطفال، كبار وصغار والجميع يلعب بها، لكن بالنسبة للتجارب العلمية وبالنسبة للتعليم في الفي آر وكذلك التجارب الطبية تكلمنا عنها الكثير في أخبار الواقع الافتراضي والمعزز، راجعوا الحلقات ففيها يعني مجال كبير جدا في مجال الطب خصوصا، في مجالات أخرى مثلا العلوم، علوم الحياة، العلوم الطبيعية، الأشياء الكثيرة، أخذك إلى أماكن لم تصل إليها أبدا، كل هذه الأشياء قائمة على الفي آر، وهي تقدم بالنسبة للطالب أو المتعلم تجربة جديدة جدا لم يكن يحلم بها. يعني سابقا كنت تضع له فيديو وهذه قمة يعني التعليم، أما الآن أنت تجعله يذهب إلى الغابات، يرى يعني الأشياء الكثيرة، يرى الديناصورات من عالم سابق لم تعد موجودة، يراها يعاينها، يذهب إلى المتاحف، يذهب إلى أماكن سياحية أخرى، أمور خطيرة جدا. أيضا يذهب إلى الفضاء، يذهب إلى باطن البحر، يتسلق الجبال إلى آخر ذلك، تجارب مذهلة جدا، تجارب رائعة ليست فقط الألعاب. فعلا تجارب رائعة، تجارب خلاقة، تجارب جاذبة لجميع المستويات وأعمار الإقبال على التعليم أو المتدربين أو المستخدمين، وسوف نعرض لهذه التفاصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله. التي تشهر عالم الفي آر، وإنما هناك تجارب مهمة، وهذا سبب يعني اهتمامنا بهذه القناة، وأيضا ذكرناها لكم عدة مرات أنك أيضا تستطيع إعادة التاريخ وتستطيع عمل أشياء أهم من الأفلام والمسلسلات وما شابه. مطورين ويحتاج إلى مبرمجين يقومون بنقل هذه التجارب للإنسان العادي، وصدقوني سيحصلون على مردود كبير جدا. هنا نقول أن هذه المعدات أو الأشياء التي تم أو
أجهزة الاستشعار أو أجهزة المحاكاة اختلفت وتطورت من جيل إلى جيل ومن شركة إلى شركة. المصطلح في القرن الحادي والعشرين منذ إلى عام 2000 وإلى الآن، في عام 2007 أضافت شركة جوجل، وهي الشركة العملاقة المعروفة، ميزة التجوال في الشوارع اللي هو ستريت فيو لخدمة الخرائط الخاصة بها، وهي خدمة تعرض مناظر بانورامية للشوارع والمباني. وفي عام 2010 أضافت ميزة المباني والأجسام الثلاثية الأبعاد، وسنعرض لها بشكل مفصل في وقت آخر. صمم باركولي أو بالمر لايكولي النموذج الأول من خوذة العرض المحمولة بين عامي 2009 و2010، وبني هذا النموذج على هيكل قديم لإحدى سماعات الواقع الافتراضي، والتي كانت قادرة على تتبع حركة دوران على مستوى واحد. وفي 25 مارس آذار 2014 قامت شركة فيسبوك بشراء شركة VR Calculus VR مقابل 2 مليار دولار. وفي نفس الشهر أعلنت شركة سوني عن مشروع مورفيوس بروجكت أو ما يعرف ب بلاي ستيشن VR، فيما أعلنت شركة جوجل عن سماعات جوجل كاربوريد المخصصة للهواتف الذكية. وفي عام 2015 أعلنت شركة كيكستارت عن قفازات جلوفين التي تتيح للمستخدم أن يشعر ويلمس أي عنصر موجود في البيئة الافتراضية. وبحلول عام 2016 كان هناك ما لا يقل عن 230 شركة تطور تقنيات الواقع الافتراضي. هنا نعرض لكم بعض المراجع التي يمكن أن تستفيدوا منها في الرجوع لبعض الموضوعات، وهي موجودة إن شاء الله في الملزمة. هنا نعرض الأهمية، ومن ضمن الأهمية في الجانب التاريخي تكمن أهمية الواقع الافتراضي في أنه مثل الواقع الحقيقي كأنه هو، فهو يعتبر وسيلة فعالة لمحاكاة الواقع مهما كان ظروفه وصعوباته. فمن خلاله يمكن تكوين بيئات مختلفة تحكي الواقع لا يمكن للفرد الوصول إليه أو التعايش معه مثلا. فالبيئة الفضائية لا يمكن للفرد المتعلم في بيئة المدرسة أن يعيش بها واقعيا، وهنا يأتي دور الواقع الافتراضي في تكوين بيئة تماثلية تماثل البيئة الفضائية، وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه في البيئة الحقيقية. فالفي آر إن قام به المفكر الأمريكي آرثر كلارك، وهو من أوائل من حلم بالواقع الافتراضي، وأصدر كتابه عن الخيال العلمي أسماه الواقع والنجوم. وقد تخيل في عرضه للكتابة منذ نصف القرن من الزمان إلى وجود مدينة مستقبلية يقوم أفرادها بالاتصال فيما بينهم من خلال الاجتماع والمؤتمرات بواسطة الأجهزة الإلكترونية. ونلاحظ ذلك أيضا فيما يعرف الآن بسبب فيروس كورونا، الاجتماعات الافتراضية والتجارب الافتراضية المتبادلة بين الدول من خلال الفي آر والفي آر والإي آر، التي لا تتطلب حضورها إلى تلك المواقع على الرغم من تباعد أماكن بمسافات طويلة. لقد طرح مصطلح الحقيقة الافتراضية Virtual Reality لأول مرة في عام 1989، وقد أطلقت مصطلحات أخرى، وذكرنا سابقا أن سبب اختلاف التواريخ وتعددها نتيجة النظر لمن يؤرخون إلى متى بدأ، هل بدأ بفلسفة أم بدأ بكلمة أم بدأ بتقنية أحادية أم بدأ عندما دمجت تقنيتين مع بعضهما البعض، أو عندما عزز بالAR أي عندما عزز الVR بالAR أي الواقع الافتراضي بالواقع المعزز، وما هنالك من أفكار انطلقوا منها، فلذلك تختلف التواريخ معنا إلى هذا المفهوم منها. الحقيقة الاصطناعية في السبعينيات عام 1930 ومؤخرا العوالم الافتراضية والبيئات الافتراضية في التسعينات، حيث استطاع أن يدخل ويؤثر في مجالات عدة. فهو يؤثر في مجال التعليم والهندسة والأحوال الجوية وصناعة الألعاب والتسوق والعقارات وعلاج الأمراض النفسية وإجراء العمليات الجراحية وإنتاج المواقع التي تعتمد على مبدأ هذه التقنية. نستطيع أن نقول إن هذه التقنية، أعزائي الطلاب والطالبات، أن نقول هذه التقنية انتعشت في عصر تكنولوجيا الحاسوب، أي عندما بدأت فكرة الحاسوب، ولذلك ترعرعت هذه النظرية والاتصالات بشكل كبير.
وظهرت صناعة جديدة داعمة لهذه التكنولوجيا، تتمثل في صناعة أدوات الوسائط المتعددة وصناعة البرمجيات. إن هذه الصناعات تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي لكونها أكبر الصناعات وأكثرها ديناميكية، حيث نرى منتجات جديدة تغمر الأسواق، بعضها تحقق نجاحات كبيرة والبعض الآخر تفشل وتظهر شركات كبيرة تنمو بشكل مخيف، وأخرى لا تستطيع أن تبقى في حلبة المنافسة. نحن نعيش اليوم عصرا جديدا هو عصر المعلوماتية والوسائط المتعددة. وفي استطلاع رأي أجرته مجلة العلوم الأمريكية حول التطبيقات التكنولوجية التي يظن الناس أنها ستسهم في تغيير شكل العالم في المستقبل المنظور، جاء الواقع الافتراضي في المركز الثاني قبل الاندماج النووي والهندسة الوراثية، ولم يسبقه سوى الذكاء الصناعي. أعزائي الطلاب والطالبات، هنا تنتهي معنا المحاضرة الثانية، على عمل اللقاء بكم في المحاضرة التي تليها. أتمنى لكم أن أكون قدمت محاضرة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.